حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج خارج المكتب، وضيفي في هذه الحلقة سيكون المهندس محمد جابر العطا محافظ بغداد. مشاهدينا الكرام مرة أخرى ونرحب بضيفي المهندس محمد جابر العطا محافظ بغداد، حياكم الله معالي المحافظ. الله يحييك محمد، الله يسلمك. معالي المحافظ، خلينا نبدي أولا من العاصمة بغداد، مقتنع يعني بمنظر العاصمة حاليا؟ طبعا يعني هو غير مقنع أو وميسر حقيقة، بس هذا إجا على أعقاب يعني مخلفات كثيرة مرت يعني العاصمة بظروف تحول النظام وسنوات إرهاب وتفجير، ومرت علينا أيام إذا ما نقول كل أسبوع يومين أكو تفجير، فطبعا مخلفات يعني، ولهذا لحد هذه اللحظة تلقى كثرة السيطرات وكثرة القطاعات، ولحد الآن اكو بعض المناطق بها قطع شوارع يعني في سبيل انه الحفاظ الامني، ولكن احنا تم يعني هاي السنوات الاخيره ازاله كثير من عندها. بالنسبه لانه يعني خلينا نقول كشوارع او كعاصمه او كشو اسمه، اكو الان خطط لتوسعه او لاضافه عدد طرق تخفف الزخم الموجود داخل العاصمه بغداد، طرق رئيسيه يعني الان اكو خطط كبيره وخطط استراتيجيه. الان نعمل ودخلنا في تقريبا في خطوات عمليه لانشاء الطريق الحلقي الرابع اللي هو حول بغداد، خط سريع، هذا يعني يعني يفرق كثير من الزخم الموجود داخل المحافظه. الان باشرنا فعلا بتطوير مداخل بغداد شوارعها، لانه اخر تطوير لها من سنه 2009 او 10 بالي، وطبعا ذني يرادها استهلاك ويعني يرادها ادامه وتاهيل وش اسمه، اذا كل دول العالم شوارع ربما اذا مو سنوي شهري اكو ادامه لها. طيب بس مع المحافظ يعني مقتنع بالبنى التحتيه اللي في العاصمه بغداد، وشنو المعوقات اللي خلت اكو قطيعه بالاعمار؟ احنا خلينا نتكلم على المحافظه. نعم. لربما احد يفهم من العاصمه انه فقط داخل العاصمه. نعم. وبنقول من مقتنع كانه قاعد يتكلم على امانه بغداد. نعم. لا، احنا نحكي على محافظه بغداد. نعم. محافظه بغداد تشكو كثير من البنى التحتيه، ولكن ايضا انجزنا كثير. نعم. انجزنا مشاريع ماء كثيره. اليوم عندنا مشاريع عامله وكبيره، عندنا مشاريع صرف صحي مجاري، عندنا مشاريع كثيره، والان عندنا خطه لاكمال اربع نواحي واقضيه كبيره جدا، هي ناحيه النهروان والوحده وسبع البور وقضاء ابو غريب، في انشاء شبكه مجاري ضخمه جدا يعني خلينا نقول مد انابيب وتهيئتها، وتعتبر خطوه اساسيه ومهمه في البنى التحتيه. عندنا مشاريع ايضا لاكساء شوارع، عندنا مشاريع باشرنا منها يعني مو يعني اشتغل ايصال الماء الصافي، مشاريع مركزيه كبيره كانت متوقفه ومثل ما ذكرت متلكئه بسبب العجز المالي وتوقف المشاريع اللي اثر سلبا على كثير من المشاريع، ولكن الان اغلبها اذا مو كلها بدات تحسم وتعود الى العمل. حافظ، خلينا نتفق على جزئيه يعني حدود صلاحياتكم وين هسه، اكو ناس ما تعرف يعني ذب اللوم على المحافظه، اكو ذب اللوم على امانه بغداد، خلينا نتوقف عند جزئيه صلاحياتكم وصلاحيات المحافظه الامانه. محافظه بغداد تعمل بالداخل الحدود الاداريه ما بعد الامانه بالنسبه للخدمات البلديه. نعم. يعني اكساء شوارع،
إيصال ماء صالح للاستخدام البشري، صرف صحي، وبقية مشاريع أخرى تخص البنى التحتية. هذه اللي هي أطراف بغداد؟ خارج أمانة بغداد اللي هي الأقضية الموجودة عندنا، قضاء عندنا. قضاء الزوراء وقضاء 48 وحدة إدارية بين ناحية وقضاء. قضاء الزوراء وقضاء الحسينية وقضاء الراجدية وقضاء الطارمية والتاجي وأبو غريب والمحمودية والمدائن، هذا اللي الأقضية مالتها. هاي فقط حدود صلاحيتكم انتم على كبنة كخدمات بلدية. نعم نحكي خدمات، احنا اكو المحافظة تقوم بمشاريع مو خدمات بلدية. نعم. حتى مشاريع مركزية داخل، يعني الان احنا الان نبني اربع مستشفيات كبيرة في داخل العاصمة. داخل العاصمة. نعم. وعندنا بنايات ضخمة، عندنا بنايات مثلا بناية الجوازات. نعم. قريب الافتتاح، وعندنا أبنية دائرة المرور. نعم. وعندنا أبنية يعني تخدم العاصمة، يعني داخل العاصمة. داخل العاصمة. نعم. احنا بس نفرق انه الخدمات البلدية خارج أمانة بغداد. نعم. وبقية المشاريع الأخرى احنا افتتحنا 214 مدرسة داخل قسم بغداد. داخل بغداد وقسم الأطراف نعمل مشاريع، كل المشاريع عدا البلدية في كل. أكو تقاطع بعملكم ويا أمانة بغداد؟ لا ما أكو تقاطع. نعم. يعني لربما سابق كان أكو تداخل، يعني الآن كل من عرف يعني مسؤوليته وواجباته وصار يعني خلينا نقول تنظيم للعمل، وما أعتقد سمعت مشكلة أنا بينه وبين أمانة بغداد، لا هم عندهم مشكله ويانا. نعم. ولا أنا. تمام اكو بعض الـ يعني اكو قانون يحدد صلاحياتكم الان لو الامانه لديها قانون. طبعا. نعم. واحنا ايضا محافظه بغداد، ولكن اكو شيء اسمه قانون العاصمه. نعم. المفروض يقر من قبل مجلس النواب. ايش راح يقدم لكم قانون العاصمه اذا اقر؟ هذا لربما كل واحد يعرف حدود صلاحيته. صحيح. لربما يكون هناك اكو مجلسين. نعم. مجلس عاصمة ومجلس محافظة. لو ما يكون هناك مجلس واحد يعني وهو اللي ينتخب الأمين أو. نعم. ينتخب المحافظ. هذه مهمة، بهذا حيكون السلطة الرقابية واضحة. نعم. لمن تخضع رقابة أمانة بغداد ولمن تخضع رقابة محافظة بغداد، ومن هم الذين ينتخبون الأمين، من هم ينتخبون المحافظ، وما هي المشاريع التي يقدمها هذا القانون. نعم. أو لربما يعني مجلس واحد، المهم هذا ينظم بالقانون وتنظم تنظم العاصمة بقانون. يعني أفضل في حال قرر القانون؟ طبعاً طبعاً. الحدود الإدارية محافظة بغداد، والأمانة حدودها بلدية، ولكن ينظم هذا الموضوع بقانون. لحد الآن ما تم إقرار قانون العاصمة لحد هذا. طيب، يعني عندكم الآن التصميم الأساسي لمنطقة المعامل، راح يمر هذا الموضوع؟ إيه راح يمر لو اكو معوقات؟ لا لا لا، احنا تقريبا انجزنا يعني كثير من عندي ان شاء الله ايام القليله القادمه، انه يعني حي ان شاء الله التصميم الاساس لمنطقه العامل، وعدنا تصاميم اخرى ايضا. ايش راح يقدم هذا التصميم الاساسي؟ هذا يرسم لك انه تبدي حصير منطقه نظاميه، تعلم اين تكون الخدمات البنى التحتية. نعم. أين تكون إنه الخدمات التربوية. نعم. أين تكون الخدمات الصحية، أيهم مناطق هاي السكنية وغير السكنية. هذا فقط في المعامل وكل الأقضية راح تمر بهذا الموضوع؟ كل تصميم أساس يكون هذا. نعم. بس إحنا عدنا الآن أيضا مشاريع تصميم أساس في ناحية الجسر، عندنا في منطقة كويرش اللي هو جنوب بغداد التابع إلى ناحية الرشيد اللي قضاء المحمودية. نعم. وبقية المناطق. لكن أطراف بغداد تشكو من إهمال كبير، يعني الكل يتحدث عنه، خلال السنوات الماضية شاهدنا تظاهرات واعتصامات بهاي المناطق، يعني شلون نقدر ننهض بناها التحتية؟ عندنا الآن المشاريع. نعم. طبعاً أكو عندنا مثلاً خلينا نقول النهروان. النهروان منطقة الآن في حول النهروان لا يوجد مصدر ماء. نعم. يوذي المنطقة وأصبحت عندها شحة ماء واضحة اللي هي ماء الخام، يعني. نعم. احنا كيف نقوم بعمليات مشاريع ماء وهو ماء مو موجود. فالآن عندنا مشروعين، مشروع تقوم به وزارة الإسكان. نعم. الحل الدائم قديم من 2012. نعم. لحد الآن ما أنجز بظهر مشاكل عقدية مع الشركة، والآن تم إقرار يعني خطة من قبل مجلس الوزراء رفعتها للمحافظة اسمها خط طوارئ ماء النهروان. هذا يرسل ماء خام. نعم. لتشغيل المجمعات الموجودة عندنا. الآن أصبحت مجمعاتنا ما بها مصدر ماء. نعم.
فهذا المشروع الان باشرنا به في وهذا كان طبعا سنويا ولا حد الان عندنا مشاكل في منطقه النهروان لعدم وجود ما يغذي المناطق. احنا في توسع يعني انفجار سكاني لحد هذه اللحظه ومناطق سنويه تتوسع وعندنا قرى تضاف وتجمعات سكنيه ويرادنا دائما انه اسمع المحافظ من عام 2003 لحد الان لو اكو يعني تواصل بالعمل مشاريع تنجز ومشاريع اخرى ما وصلنا لهي المرحله يعني تراكم في المشاريع المتلكه المال كبير. اي احنا مرينا بظروف يعني حقيقه ظروف صعبه يعني لا تنسى يعني قلت لك انه ظروف ارهاب يعني فجرت كثير من يعني احنا عندنا مشاريع مشروع المحمودية الماء المركزي وتوسعة الشيشبار تم قصفه والآن عندنا بمشاكل يعني عندنا أجهزة مستوردة وهي الآن لحد الآن بها الشظايا وبها مشاكل يكون الحل إنه هذا مستوردها ودافع أموال والآن مدمرة فهاي المشاكل يعني مو سهلة حاجة تصورون إنه يعني هي داخل مخزنين وتم قصف المخزن وتعال حل هذه المشكلة لكن يعني بعد 2014 صارت المشكلة المالية وتوقفت كل المشاريع توقفت هذه المشاريع أصابها اندثار وتعال ادفع أموال على الاندثار واستئناف عمل وظلينا في مشكلة إلى أن بدأت المشاريع تباشر بنهاية 2019 هذا التوقف يعني من 18 بدأت يعني المشاريع اللي تلكت يعني طبعا وقفت المشاريع انتهت لا انتهت توقفت كل مشروع متوقف يصير به اندثار ويصير به أموال إضافية وتم حسمه من قبل وزارة التخطيط لمعالجة الاندثارات الموجودة بهذا المشاريع ولكن تم إعادة أغلبها الآن أغلب هذه المشاريع تم إعادتها بدأت تعمل وقسم عدد أنجزت كثير من المدارس كانت متلكئة والآن أنجزت واستلمت. طيب مشروع المستشفيات وين وصل؟ المستشفيات الآن بمشكلتين مشكلة فرق السعر الدولار هذا اللي صار انه رفعوا السعر الدولار وذولا متعاقدين هذه الشركات على سعر معين والسعر مواد استيرادية والتعاقد بالدينار فكيف يعني شلون احنا متعاقدين بالدينار والسعر اختلف عندنا هاي واحد الان لربما اكو معالجات لحل هذا الموضوع الان لانه تاخر هذا المشروع والتاخر مو سبب الشركات بسبب انه توقف المشاريع أصل الأجهزة ارتفعت بالدولار أصلاً بالعملة الأصلية ارتفعت يعني على سبيل المثال نضرب مثلا جهاز رنين إذا كان سعره بمليون دولار اليوم أصبح ربما مليون ونص دولار أكو أصل عدنا هواية من المواد والمعدات سعرها الأصلي ارتفع عالمياً ارتفاع سعر النحاس والحديد والنقل وكثير امور يعني انتم وصلتوا الى مرحله يعني انجاز المشروع لكن رفع سعر الدولار طبعا اثر علينا لحد الان عندنا يعني نحل هذه المشكله الان عندنا اكو مشكله اخرى تم طرحها في وزاره التخطيط ووزاره التخطيط اتصلت مع وزاره الصحه وصار اتصال مع شركات عالميه كبيره انه شرحون ايش قد فرق السعر وهو وراح تعوضوهم مع الوزير التخطيط اقتنع باللي قال انا اقتنعت انه اكو مشاكل فعلا يعني بهذا الموضوع يجب ان تحل مو المحافظه اللي ترسم كميه تعويض وزاره التخطيط مع وزاره الصحه ايش قد هي نسبه الانجاز وصلتوا بها؟ تتراوح من 70% الى 40% يعني مثلا مستشفى النعمان قريب 70% مستشفى الشعب قريب 60% مستشفى الفضيلية أيضا أكثر من 55% مستشفى الحرية حوالي 40% أو أكثر من 40% وكانت طبعا بال 2009 يعني مستشفى الحرية كان صفر ارتفعنا يعني كملنا والآن أكو هيكل كامل بس مع المحافظة ذكرت مشكلتين مشكلة ارتفاع السعر ايه هاي مشكلة ثانية ارتفاع السعر من المنشأ ارتفاع السعر من المنشأ قلت لك جهاز كان سعره برقم اليوم سعره في اثنين واقول لك انا مو انا سبب المشكله سبب المشكله انه توقف المشروع احنا راسمين انه المشروع يخلص خلال 3 سنوات بس هو مو اكو عقد يعني بينكم وبين الشركه صحيح يعني تحملون انتم مسؤوليه الخساره احسنت سؤال جيد العقد خلال 3 سنوات اجت 2014 قالت وقفوا العقد من المسؤول الان؟
الدولة أم الشركة؟ نعم أنتم وقفتوا الأحمد. قرار دولة مو قرار تثنية 47 لعام 2014. نعم. توقف المشروع، تم إعادته لاستئناف العمل قسم من 2018 إلى حد نهاية 2019. نعم. هذا التوقف ما هي التبعات اللي صارت عليه؟ يعني هذا التوقف رأيك كان ما مدروس؟ هسه في يوم كانت رواتب ماكو. نعم. تحكي لي في يوم يعني مش احنا الان نحكي وقت المستريح. نعم. وقت الازمه مجلس الوزراء اقتنع انه يجب ايقاف لانه وصلنا الى ازمه ماليه، وتعلمون وصل سعر النفط بالماينس يعني بالسالب تحت صفر. نعم. لاشهر معينه. فقالوا يعني واخذ قرار مجلس الوزراء بناء على مستشارين، اكو لجنه ماليه عندهم موجودين، اكو مستشار مالي، اكو البنك المركزي، المهم. نعم. اخذ قرار يعني وتم تطبيق القرار على كل العراق. نعم. زين هسه الان من في وضع مستريح تقول لي هذا قرار صحيح ام خاطئ؟ نعم. هذا يعني قيم في ذلك الوقت. نعم. زين تمام. احنا بالتالي هو خسار يعني طبعا بالتالي تحملنا خسائر، انا قلت تحمل خسائر كبيره جدا بسبب انه توقف المشاريع وتعرض للاندثار وتعرض الى حراسات. الان الشركات تقول انا مشروعي انا صرفت عليه حراسات، اعطيني فرق الحراسات اللي يبقى فيه. اكو مشاكل اضافيه صارت. نعم. تم الان علاجها في وزاره التخطيط مع اللجنه الاقتصاديه الوزاريه المشكله من قبل رئاسه مجلس الوزراء. طيب مع المحافظ مداخل بغداد وين وصلتوا بها؟ يعني هذه المشاريع حيلت لاكثر من مره الى عقود وشركات، والان يعني سمعنا انتم راح تحيلوها مره اخرى. يعني مش دني روح اشوف الان مداخل بغداد بها كثير من التكسرات وبها كثير من خلينا نقول الاندثار. نعم. وكثير من يعني الشوارع غير تعتبر صالحه فعلا اولا لكثافه العجلات الموجوده والاوزان العاليه. نعم. هم في وقت اسمع المحافظة باختصار يعني حتى ننتقل لفقرة أخرى، يعني هاي أحيلت لأكثر من مرة إلى الشركات ولإعادة إعمارها، ولحد الآن يعني أنتم كمحافظة راح تحيلوها مرة أخرى يمكن؟ إيه الآن يعني راح تحيلوها مرة أخرى. ليش أكثر من إحالة وما أنجزت هاي المداخل؟ لا هذا نجي بال 2012. نعم. وقسم عندهم تم إنجازها. نعم. وتعرضت إلى يعني هذا شارع شارع بيعمر. نعم. هسه تقول لي مواصفات عالمية لربما دول العالم يعني أهلتوها وانتهت وراح تأهلوها مرة ثانية؟ يعني الآن عندك منشأ معين. نعم. تأهلناه اشتغل 10 سنين. نعم. ما نسوي له تأهيل مرة ثانية؟ يعني عاد تأهيل مرة ثانية مو في الشركات بوقتها يعني أنجز هو والآن أنجز واستلم وش اسمه. نعم. والآن هسه تقول لي أكو بيه ملاحظات، الملاحظات يحاسب من المقصر. نعم. بس الآن عندنا هذا الآن النتيجة اللي إحنا عليها شارع غير مرضي للاستخدام. نعم. هذا العنفة لو شو تسوي برأيك؟ شو تسوي؟ شو مقترحك؟ تعمرونه طبعاً. نعمره. هسه تقول أكو ملاحظات، أكو مقصرين، تمام. نحاسب المقصر. بس يجب أن يعمر يعني. يجب أنه إعادة تأهيله. مع العلم انه اكو صارت توسعه سكانيه وعدد العجلات، فالان اكو تعريض للشوارع. يعني راح نشوف مداخل بغداد الخمسه او ما اعرف ايش قلت هنا يعني تنجز بطريقه مختلفه عن الان. اذهب الى مدخل بغداد كوت. نعم. وانا قلت لكم روحوا الى مدخل بغداد كوت وشوفوا انه اكو توسعه بالشارع، اكو. نعم. انجاز او ماكو انجاز. احنا رحنا يمكن ذاك اليوم كان عندي حلقه ويا بطرق الجسور، اكو توسعه بالشارع واكو عمل، يعني راح نشهد التطوير هذه المداخل ان شاء الله. احنا الان عندنا بصدد تطوير كل مداخل بغداد. نعم. اللي هي مدخل بغداد كوت الان عمل بها جاري فعلا. نعم. هذا المدخل قسم على محافظة بغداد وقسم على وزارة الاعمار والاسكان. نعم. ومدخل بعقوبة القديم هذا على محافظة بغداد، ومدخل بغداد بعقوبة الجديد هذا على وزارة الاعمار والاسكان. نعم. ومدخل بغداد موصل على محافظة بغداد، ومدخل بغداد فلوجة القديم على محافظة بغداد، ومدخل بغداد كوت مدخل بغداد حلة على محافظة بغداد. نعم. أنا ختم التسلسل مع المحافظ. خلينا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا وهي فقرة بالأرقام. مشاهدينا الكرام خليكم ويانا، ننتقل إلى فقرة بالأرقام. راح
نرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى وفي فقرة بالأرقام، ونرحب بك مع المحافظ مرة أخرى. حياكم الله مع المحافظ. الله يحييك. مع المحافظ عندنا فقرة هي فقرة بالأرقام. نبدأ أول سؤال من هذه الفقرة. 70% من مشاريع المحافظة متلكئة، والأموال التي أنفقت عليها بلا جدوى. مين لك هذا الرقم؟ معلومات متداولة. معلومات متداولة. لا لا، احنا نريد نسمع المعلومات منك. هذا كلام حاليا غير صحيح. نعم. ما عدا 70% متلكية. نعم. بل اغلب مشاريعنا تم انجازها وبدت الاستلام. نعم. تمام. توقفت قسم من المشاريع، اكو متلكي بسبب الشركة، اكو قرار حكومي. نعم. انه وقف هذه المشاريع، فتوقف بسبب قرار 347، وتم اعادة اغلبها اذا مو كلها في 2018، وتم يعني خلينا نقول نهاية 2019 حسمها. نعم، أقسم من هذه المشاريع تم فسح عقد. نعم. وتم فسح عقدها بسبب أنه عدم قدرة الشركة للعمل، وكان قسم عندنا تم فسح عقدها رضائي. تم الآن إعادتها وجدولتها من جديد، لأن لازم تدخل مرة ثانية على جدول وزارة التخطيط ورصد برامج إلها. نعم. وإعادتها. كثير من المشاريع اللي كانت متوقفة أنجزت. نعم. خصوصاً المدارس تم إنجازها، وكانت عندنا أكثر من 50 مدرسة متوقفة. ما نقول متلكية، متلكية. نعم. يعني أكو مشكلة بس. نعم. متوقفة بسبب القرار. نعم. هذه المشاريع هالخمسين مدرسة تم استلام أغلبها، وبقى شيء قليل في طور الإنجاز. طيب، يعني ما عندكم مشاريع الآن متلكئة؟ كل المشاريع الآن احنا مو ما عندنا ولا 70%. نعم. عندنا مشاريع طبعا، كل دول العالم اكو مشاريع. نعم. شركات يصير بها مشاكل. نعم. وتدخل، ويوميا اكو بالعراق كله اكو عندنا مشاريع تدخل بالقائمة السوداء. نعم. واكو قرارات تطلع من القائمة السوداء. نعم. بسبب إزالة المشكلة. نعم. فعندنا مشاكل، وانا عندنا شعبة كاملة لمراجعة المشاريع اللي بها تلكؤ بالعمل. نعم. وجدولتها، واكو برنامج لها، انذار اول، انذار ثاني، بعدين توجيه سحب عمل، بعدين خلينا نقول لجنه التسريع. نعم. هاي ضمن يعني اجراءات متابعه المهندس المقيم. كم مشروع عندكم متلكئ الان، وكم مشروع الان احيل للعمل مره اخرى او انجز؟ عدد المشاريع المتلكئه يعني قليله جدا. نعم. بمقارنه بالمشاريع الموجوده. نعم. تم اغلب مشاريع 2019 و20 ماكو موازنة، أو 21 كلها أدخلت بالعمل، وبقى شيء قليل لمشكلة خلينا نقول يعني قصة التخمين، أو مثلا الأسعار اختلفت. نعم. لأنه صار أنه فرق ب سعر الدولار، سعر الصرف الدولار. نعم. فالآن إعادة جدولتها، وتقريبا يعني نسبة هذه المشاريع المتلكئة اللي سميتها حضرتك أقل من 5 إلى 10%. نعم. طيب، أكو مشاريع وقفتوها لشبهات فساد إداري من المحافظة؟ لو أغلب المشاريع كانت متلكئة، أما قرار حكومي أو يعني مشاكل إدارية؟ لا طبعا، عندنا مشاريع بها خلينا نقول بها مشكلة مالية. نعم. والمشكلة المالية اعتبر أنه بها شبهات فساد. نعم. بس هذه يعني قليلة جدا. نعم. أغلب المشاريع 99% توقفت بسبب قرار 347 في 2014. ماضين الآن بالمشاريع الآن؟ نعم. ما عندنا كل مشكلة. تقريبا كل مشاريع اللي تم بال21 باشرة وبالعمل، والآن عندنا أيضا يعني الخطة مفتوحة بإحالة المشاريع وإكمال اللي يسموها الإجراءات التعاقدية. طيب، عام 2023 راح نشهد نقلة نوعية في المشاريع التي تنجز من قبل محافظة بغداد؟ إن شاء الله. الآن بدأت عندنا مشاريع تبين. نعم. إن شاء الله مداخل بغداد بـ 23 نهايتها تكون مكتملة. نعم. والآن بدأ العمل، الآن بغداد كوت بين واضح. نعم. الإنجاز بـ 40% عندنا نسبة تقدم، وايضا اكو توسع على جانبي الطريق واضافه شوارع خدميه، وكثير من المدارس تم استلامها، فهذه مشاريع واضحه العيان. يعني 23 حيكون واضح جدا المشاريع اللي تم ادخالها واستلامها. نعم. مع المحافظه انتقل لسؤال اخر. عدد موظفي محافظه بغداد يفوق او يساوي عدد موظفي الوزارات، لكن بلا جدوى. يعني شو بلا جدوى؟ يعني ماكو خدمات مثلا يقدموها هؤلاء الموظفين، مجرد يعني بطالة مقنعة.
هذا الكلام يعني مفروض تثبته بالأوراق. احنا عندنا عدد موظفي محافظة بغداد الآن الموجودين أكثر من 52 ألف. نعم. بس ما شنو يداوموا بمركز المحافظة؟ نعم. احنا الآن عندنا تربية. نعم. مديرية تربية، ست مديرات تربية. التربية موظفين التربية عندنا 6000 مدرسة في بغداد. نعم. كلهم ذلك موظفين بين معلمين وبين إداريين وإدارة عامة. ثلاثة مديرات تربية عامة بالكرخ وثلاثة في الرصافة. نعم. عندنا الآن مرتبط بينا مديريتين عامة اللي هي صحة الرصافة وصحة الكرخ. نعم. عدد موظفي التربية واحد أكثر من نصف هذا العدد يعني. نعم. أكثر من 150 ألف موظف للتربية ذولا بلا جدوى. نعم. من قال إنه المدرسين اليوم عملهم بلا جدوى؟ نعم. هذا يعني أعتقد يعني معلومة مو دقيقة. ومن قال إنه موظفي وزارة الصحة بلا جدوى؟ نعم. الآن هذا جي وزارة الصحة جيش من الجيوش اللي أثبت جداره وتصدى إلى وباء كورونا. نعم. وقسم ضحوا بأنفسهم، قسم تعرضوا إلى إصابات خطيرة. كل هؤلاء سواء أنه أيضا عندنا موظفي وزارة الزراعة. نعم. عندنا موظفي وزارة الشباب والرياضة اللي التحقت بالمحافظة دائرة الشباب، ثلاث دوائر شباب ورياضة عندني في بغداد، دائرتين لزراعة الرصافة والكرخ، دوائر دائرة البلديات. نعم. هو القصد بهذا السؤال كل هؤلاء الموظفين عاملين والآن هم يخضعون تحت رقابتكم وإشرافكم بشكل مباشر، وتوجد رقابات رقابة سواء رقابة مالية. نعم. توجد رقابة تدقيق داخل في المحافظة. نعم. وأكو أجهزة رقابية أخرى موجودة سواء بالسابق اللي مجلس المحافظة أو الآن. طيب العدد كافي لو مترهل؟ شوفوا عدد الموظفين أكو ترهل وظيفي الآن. الآن عندي نقص أكثر من 35 درجة وظيفية شاغرة موجودة على تربيات بغداد. نعم. والآن عندي نقص كبير في المدارس. كيف يكون ترهل؟ أنا عندي نقص، عندي نقص بخريجين. الآن الخريجين قاعد يتخرجوا ما عنده مكان يتوظف به، وعندي احتياج بالمدارس اللي تم افتتاحها أو المدارس القديمة، لأن سنوياً يخرج عندهم على تقاعد. نعم. أو يأخذ إجازة من سنة واحدة أو خمس سنين. فعندي نقص بالموظفين خصوصاً التربية، وعندي نقص بموظفي دائرة الصحة. على ذكر موظفي التربية، موضوع المحاضرين وين صار أنتم كمحافظة؟ عندنا يعني تحت المحاضرين. نعم. المحاضرين 19. نعم. ومحاضرين 20. نعم. محاضرين 19 تم يعني ترتيب أمرهم ورجعوا للعمل وبدأوا يصرف لهم أموالهم المرصودة. أما حولوا إلى عقودهم ولا أجور يومية؟ الآن يسموا قرار 315. ايه؟ يأخذ خلينا نقول منحة. نعم. وإن شاء الله الموازنة القادمة يصير بعد موظف على الملاك الدائم. نعم. وعندنا محاضرة 20 الآن موضوعهم تحت البحث في وزارة التربية، لأن قرار مجلس الوزراء أن يكون الموضوع برعاية وزارة التربية أو بإشراف تربية. بإشراف وزارة التربية يعني خرج من عندكم أنتم كمحافظ. إحنا عندنا ممثل. نعم. نائب المحافظ. نعم. الفني وبممثل من وزارة المالية وبرعاية الوكيل أعتقد الفني لوزير التربية. طيب سؤال آخر، يعني الأموال التي أنفقت على محافظة بغداد أو المحافظات الأخرى، خلنا نتحدث عن محافظة بغداد، الأموال التي أنفقت عليها منذ عام 2003 وحتى الآن قد تكون كافية لإعمار كل العراق وليس محافظة بغداد، ونحن نرى هناك الكثير من المشاريع التي توقفت، مشاريع متلكئة، يعني هاي الأموال تعتقد هي كافية لإعمار بغداد أو كل محافظات العراق بحسب ما يقال منذ عام 2003 وحتى الآن؟ طبعاً أكو يعني تخطيط غير صحيح. نعم. أنا أعترف بهذا الشيء. وأكو أموال ما انصرفت بصورة صحيحة. نعم. أنا أعترف به. ولكن أكو عندنا مشاريع أيضاً منجزة. تم إعمار أقضية ونواحي خلينا نقول صورة كاملة وأصبحت مكتبة الخدمات. نعم. هذا يعني واضح عندنا يعني الآن قضاء المحمودية تقريباً 90% مكتبة. نعم. الخدمات، قضاء المدائن مدخل المدائن أيضاً أصبحت مكتبة الخدمات، والآن نسعى لإكمال قضاء الحسينية وإكمال بقية المحلات الأخرى الغير مكتملة للبنى التحتية، والآن شارعين في كثير من المشاريع الآن تبذل على قضاء الزوراء. نعم. وهكذا يعني الآن
قضاء أبو غريب أصبحت يعني بخدمات واضحة، وأصبحت إنه النواحي ما تبين إنه أكو إعمار فعلي وهكذا. ولكن أيضا عندنا نسبة يعني خلينا نقول الدمار وعدم التأهيل السابق هم نسبة كبيرة. يعني تروح إلى أقضية وإلى مناطق لا بها تخطيط عمراني، لا بها ماء، لا بها صرف صحي، لا بها كهرباء، لا بها مدارس، أكو نقص عندنا واضح. نعم. يعني الأموال هدرت بسبب غياب التخطيط، لو بسبب الفساد الإداري، لو بسبب الحروب. طبعاً أكو عندنا فساد إداري. نعم. وتم حالة عدم للمحاكم وتحقيق جاري من كثير من حدها. وأيضاً أكو سوء تخطيط كان سابقاً خصوصاً قبل الأزمة المالية كان. نعم. أكو يعني انه عدم توظيف الاموال بالاتجاه الصحيح والخدمات الضروريه الملحه لل... طيب مع المحافظه تعتقد انت خلال السنوات اللي استلمت بها انت كمنصب كمحافظ بغداد انجزت مشاريع اكثر من السنوات الماضيه؟ ما تقدر تقول انه انا خلال سنتين انجزت مال تعادل 18 سنه سابقا. نعم. بس كانت مشاريع قد تكون واضحه. اكو عندنا مشاريع واضحه. نعم. نعم. تقدر تروح الى الاقضيه والنواحي التابعه لهذا بغداد تلقى اكو عندنا مشاريع واضحه، تقدر تروح المدارس. نعم. اللي تم افتتاحها 214 مدرسه في 2021 تم افتتاحها، مراكز صحيه تم افتتاحها، وعندنا مشاريع اخرى. نعم. اضافه مراكز صحيه وعندنا اكساء شوارع وعندنا مشاريع ماء وعندنا مشاريع صرف صحي، تم افتتاح شبكات صرف صحي في اليوسفيه وفي عفوا اللطيفيه، والان تعمل من ناحيه الجسر، وهذا مشاريع الان بدات تعمل يعني. وبعد ما تكتمل الخدمات ايضا ندخل الى تاهيلها واضافه منشات اخرى تخدم المنطقه الموجوده سواء يعني مقتنع بالفتره التي سبقت انت الان تكمل ما قدمه المحافظين السابقين؟ والله بعموم يعني العموم انه كانت مرحله صعبه ونسبه الخدمات الحاليه الموجوده تعتبر غير كافيه. نعم. غير مقنعه يعني. عندكم مشاكل اداريه، مشاكل ماليه، اموالكم جاي توصلكم بصوره طبيعيه؟ طبعا قبل 21 كانت اكو مشكله. نعم. لكن لا بال 21 على ولو انه تم يعني تخصيص مشاريع قليله جديده. نعم. ولكن نقدر نبرمج امورنا وندخل كثير من المشاريع للخدمة، والآن عندنا تم إعادة كثير من المشاريع المتوقفة. نعم. وإن شاء الله الآن أكو عندنا إنجازات وبدأت تفتح عندنا كثير من المشاريع. موازنة 22 بديتوا ترسمون خطتها؟ طبعاً طبعاً. نعم. شنو كانت الأولوية بها؟ يعني عندنا أولوية طبعاً الناحية التربوية. نعم. حولنا أولوية إيصال الماء صالح للاستخدام أيضاً كان هذا عندنا مهم جداً. نعم. في أي مناطق يعني اختاريته؟ كل أخضية. نعم. عندنا في كل مناطق عندنا شحة ماء. نعم. هسا أولا أكو شحة ماء من المصدر، النهر أكو بي يعني خلينا نقول يسموه سوبر المراشنة. نعم. وهذا مراشنة إحنا مجمعاتنا منصوبة عليها، فيصير عندنا يعني تلكم في أرادنا توسعة بمجمعات ماتنا. كل مناطقنا إحنا عندنا بها توسعة، عندنا في قضاء المحمودية، في قضاء أبو غريب، وأيضا عندنا مشاريع في قضاء زراء المعامل، وأيضا عندنا مشاريع في الحسينية والراجدية، كلها مشاريع ما أيضا. يعني خطتكم اللي رسمتوها لعام 22 راح تغير بواقع هاي المناطق اللي تعاني من نقص كبير في الخدمات؟ طبعا يعني أقعد المشاريع في حال صرفت الأموال يعني ومشت الأمور مثل ما تبدو. طبعا حسب الأموال موجودة. نعم. بس حتكون عندنا مشاريع واضحة يعني. نعم. اليوم يعني خط طوارئ النهروان يعمل، وإن شاء الله خلال فترة أنه يصير أكو حل لمشكلة ماء النهروان. نعم. اليوم داخلين بنقاش ولجدي مع وزارة التخطيط لإكمال مشروع أو مشاريع أربعة لمجاري سبع البور والنهروان والوحدة وأبو غريب. نعم. اليوم نبحث على شق أرض ممكن صالحة لبناء مدرسة، وربما نضطر إذا كانت مدرسة كبيرة إضافة صفوف. عندنا اليوم الآن مطروح 18 مشروع لإضافة صفوف في كل مناطق بغداد. نعم. 18 مشروع الآن موجودة بالإعلان، وعندنا مشاريع أخرى لو تدخل على موقع المحافظة تلقاها موجودة. نعم. وهكذا من تنظاف الصفوف، من نظاف مركز صحي، من نظاف شوارع في كل بغداد. نعم. جميل جدا. مع المحافظ خلينا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا وهي فقرة قالوا عنك.
مشاهدينا الكرام في آخر فقرة من فقرات برنامجنا وهي فقرة قالوا عنك، ونرحب بك مرة أخرى معالي المحافظ، حياكم الله. أهلا وسهلا مع المحافظ. بداية خلينا نتحدث عن هذا المشروع، شنو هذا المشروع، شنو طبيعة الآن إحنا واقفين فيه الآن؟ عقار يعني قديم متهالك تقريبا. نعم. فطلب من هيئة النزاهة أحد مشاريع أنه يتأهيل هذا العقار. نعم. أكثر من 4 طوابق وسرداب، كان سرداب تقريبا ممتلئ بالماء و... تمويل من المحافظة. إيه نعم. مشروع مشاريع محافظة بغداد. نعم. الآن العمل بجاري، وبنهاية 2021 تم توقيع العقد، والآن العمل جاري لتأهيله، تكون دائرة يعني دائرة اتحادية يعني تابعة إلى هيئة النزاهة لممارسة الأعمال الوظيفية. المهم احنا مثل ما قلت لك انه محافظة بغداد تعمل داخل مركز بغداد وفي الاطراف، وهذا احد المشاريع اللي داخل مركز. جميل بغداد. جدا معالي المحافظ. نعود الى فقرة قالوا عنك. قالوا عن محافظ بغداد السيد محمد جابر العطا يميل الى ارضاء بعض الاطراف السياسية على حساب عمله. والله اعتقد في بغداد اكثر من 10 جهات سياسية. نعم. فالم الاميل يعني كم جهة؟ واكيد 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 تقاطعات بين الجهات السياسيه. نعم. محافظ بغداد يجب ان يكون خدمي 100%. نعم. ويعمل بحياديه، وانا افتخر بالجهه اللي انتمي لها. نعم. ولست يعني خارج عن الجهه السياسيه، وكذلك بقيه المحافظات ايضا اغلب المحافظين تابعين الى جهات سياسيه، وهذا النظام الانتخابي اللي صنعه انه مجالس محافظات وانتخاب وهكذا. ولكن الان اعمل على تقديم افضل الخدمات لكل مواطني بغداد من الغرب الى الشرق والشمال الجنوب. طيب ما تجامل الاطراف السياسيه؟ لا، اطراف سياسيه لا، اجاملها معناها اقصر بحق المواطن. نعم. ففي كل مناطق بغداد الان تلقاها، طبعا مناطق بغداد يعني الغرب بها جهه سياسيه اكثر من جهه معينه، اكثر من جهه سياسيه موجوده بالشرق، ولكن تلقى عند العمل متوازن، وكذلك شمال بغداد وجنوب بغداد. الان تلقى في كل هذه المناطق، اسالني عن منطقه خلحش بصراحه، ابو غريب الان عنده اعمال كثيره. نعم. والان عندي شرق القناه بها اعمال كثيره. الان عندي مشاريع كبيره في منطقه الحسينيه، حي المنتظر، حي اللي هو منطقه كانت بها توزيع سكاني غير مرتب بصوره صحيحه، حيتم رصد لها اكثر من 30 مليار فقط لهذا الحي، اكثر من 20 مليار عامله في منطقه المعامل والزوراء، 7 محلات في الحسينيه، هاي كلها شرخنات اضافه الى خلينا نقول غربه شمال بغداد، ايضا عندنا عمل جنوب بغداد، عندنا عمل اطراف بغداد، عندنا عمل بها كلها بها مناطق سياسيه مختلفه، ولكن تجد محافظه بغداد تعمل. ما مأثر عليك الجهات السياسيه؟ ان شاء الله. الجهات الحزبيه؟ لا ما مأثر عليك. يعني انت لا ما نقدر، لانه اولا المشاريع الان تجي معده. نعم. ترفع الى وزاره التخطيط. نعم. وزاره التخطيط تلاحظ التوزيع السكاني والمحروميه، وعنده صندوق الاعمار اعاده اعمار المناطق المتضرره، هذه ليست انه يعني خلينا نقول اقدر اشتغل في منطقه خارج المرسوم له، صندوق الاعمار بمناطق اللي هو الهلال اللي من شمال غرب الى جنوب بغداد، هذا مشموله بصندوق اعمار، ما اقدر اني افرض عليهم مشاريع خارج هذه المنطقه، وكذلك خط الفقر معروف وين تخلي المشاريع اللي اغلبها مدارس. نعم. وكل بغداد الان اليوم اكو 18 مشروع ادخل عليها تلقاها بالتاجي، وتلقاها في الجنوب، تلقاها بالشرق بغداد وغرب بغداد. ما اعتقد انه نقدر انه نتنصل عن خدمه المواطنين في سبيل انه يكون عملك سياسي بحت 100%. نعم. قالوا عنك بانك غير قادر على السيطره على هيئه استثمار بغداد وهي تعمل خارج صلاحيتكم. مو يعني ما اسيطر على استثمار. نعم. بغداد استثمار بغداد بها مشاكل. نعم. الرئيس القديم تم الان يعني عليه حكم قضائي. نعم. والرئيس الجديد تم تعيينه من مكتب رئيس الوزراء يعني جانبي كتاب، والمشكله انه هيئه استثمار بغداد لحد هذه اللحظه ما عندها خارطه ل
توزيع المناطق الاستثمارية. نعم. هذا تقاطع بيني وبين هيئة الاستثمار، مشكلة خدمية. نعم. انهم لحد الان ما افرزتون انه خارطة استثمارية، وصار له اكثر قريب السنتين يشتغل وما عنده خلق خارطة واضحة، وهو يعني يذب السبب انه دائرة العقارات والاراضي غير متوفرة، ولكن النتيجة انه لحد الان ما عنده منح اجازات استثمارية لمحافظة بغداد. هذا اللي خلانا نتقاطع وياه، ولا انه مو من المفترض ان يخضع لسيطرة محافظة بغداد، هي اللي مسؤولة عليه وهي اللي تحاسبه لو يخضع الى رئيس الوزراء. هو استثمار بغداد، هو اولا إدارياً بحسب القوانين مرتبط بمحافظة بغداد. نعم. وهو الان يعمل داخل محافظة بغداد. نعم. وتمام، يعني اكو يعني جهات اخرى تقدر تحاسبه، يعني مو معناه انه يعني مجلس النواب يقدر يحاسبه، مش وزراء يقدر يحاسبه، زين، وكذلك محافظة بغداد. والان الهيئة تعمل داخل محافظة بغداد، وقسم يعني خدماتها تاخذها محافظة بغداد. نعم. واداريا يتم تعيين رئيس الاستثمار عام حسب القانون من قبل مجلس المحافظة، ويصوت عليه والمحافظة صدر الأمر الإداري. طيب ليش عين هذا الجديد يعني من قبل مجلس الوزراء؟ أحسنت. رئيس هيئة استثمار بغداد بدرجة مدير عام. نعم. بعد حل مجالس المحافظات، مجلس شورى الدولة، مجلس الدولة صدر قرار قال إنه المدراء العامين يكون خاضعين تعيينهم إلى مجلس الوزراء. نعم. فبعد مو صلاحية. مو يفترض مجلس النواب يعني؟ حسب بعد مجلس دولة. نعم. أنا ما أنا أقول يفترض على مجلس دولة يسوي فلاشي. نعم. هيئة قضائية قضاة لهم خبرة. صار سبب لكم مشكلة يعني أكو تقاطع صار بعملكم. يعني بين استثمار بغداد وهو. صح. ارتباط مباشر بعملكم. صح، هذا يكون عندنا نقاش بينهم إنه هذا إنه المدراء العامين يجب أن يكون إنه على الأقل بترشيح من محافظة بغداد. نعم. برؤية محافظة بغداد، هذا تمام. نعم. ولكن بعد قلت لك قرار مجلس الدولة تعيين المدراء العامين يكون عن تابعين إلى مجلس الوزراء. كان أفضل لو أفضل يكون ترشيح مرحلة انتقالية. نعم. طبعا احنا أفضل نقول أنه بما أنه صلاحيات المحافظات راحت المحافظين. نعم. المفروض كل توابعها تروح للمحافظين. نعم. وهذا القرار هو يعني تعيين مدير عام او احنا عندنا مدراء عامين 8 في بغداد. نعم. او ترشيحهم يكون يعني طبعا بالقانون المحافظ اللي يرفع ويصادق عليه الوزير ومجلس الوزراء. نعم. هذه الصلاحيه سحبها مجلس الدوله واعطيت الى مجلس الوزراء، هو اللي خلينا نقول يبت بقرار تعيين المدراء العامين او بدرجه مدير عام اللي هو القائم مقام والمدراء العامين وهيئه الاستثمار. الاشراف على عملكم من قبل مجالس المحافظات او من قبل البرلمان، من الافضل لكم؟ قانونا يعني المحافظ مرتبط يعني قانونا، وهي ناحية دستورية، واعتقد. نعم. الان اكو خطوات حثيثة لارجاع مجالس المحافظات. نعم. قانونا المحافظ يعني يطرح ويرشح من قبل المحافظة ويصادق على المحافظة ويتفق. هو لو مجلس النواب يكون اشراف على عملكم الان، هي مرحلة تحقيقية ماكو افضل. نعم. احنا يعني بالقانون. نعم. القانون حدد اولويات، قال انه مجلس المحافظة مجلس ينتخب عن بغداد وإلى مهام. نعم. ومجلس نواب رقابي على الكل. نعم. هذا قانون يعني. نعم. هذا قانون والآن نعمل به. نعم. أما تقول لي إنه ياهو الأفضل، إحنا الآن إنه مجلس محافظة ما موجود. نعم. من يكون موجود مجلس محافظة ذاك الوقت نقدر نشتغل. مجلس محافظة إلى ضوابطه وإلى قوانينه. الآن إحنا خاضعين إلى رقابة مجلس نواب. نعم. لأنه مرحلة انتقالية، كنا خاضعين إلى مجلس محافظة، الآن خاضعين إلى مجلس نواب. رأيي أن يرجع مجلس محافظة، والأهم من عنده مجلس القضاء والناحية. نعم. هذا اللي هو عنده تماس ويا المواطن، وعضو مجلس القضاء هو اللي قريب، ومجلس الناحية بعد أقرب إلى المناطق الخدمية، وهذا هو يعني الصحيح، أن تكون هذه المجالس تقدم خدمة مباشرة وسريعة إلى المواطن عن طريق مجلس الناحية ومجلس القضاء ومجلس المحافظة. طيب، قالوا عنك أيضا بأن محافظة بغداد فشلت في ملء فراغ الوزارات بعد نقل الصلاحيات لها. يعني شنو فشلت في نقل الوزارات؟ فشلت قالوا عن لا يعني لا اسمح لي. أولا أنه الوزارات من نقلت بس محافظة بغداد. نعم. نقلت كل المحافظين. نعم. والآن الوزراء
يريدون انه قسم من عندهم ترجع الى هاي السلطه اللي نقلت او الصلاحيه اللي نقلت من الوزارات الثمانيه الى المحافظات. قسم من عندهم الان يقول احنا نريد نرجعها للوزارات، مو سبب انهم فشل بغداد. هم يريد هاي الصلاحيه تكون بعد يعني قسم من رؤيه الوزاره تقول احنا افضل رجل. ولكن احنا عندنا الان 6 مديريات عامه. تسأل مع الوزير التربية، ما عندي مشكلة واحدة مع مدير عام تربية، وعندك مدير عام التربية الموجودين تقدر تناقش، ما عندي مشكلة. في حين اكو محافظات مديرية عامة واحدة للتربية وعنده يوميا تطرح مشكلة، احنا بحضور محافظين قسم محافظين طرحوا مشكلتهم، ومشكلة كبيرة مع مدير عام تربية احد المحافظة او محافظتين. وعندي مدير عام صحة ايضا، ما عندي مشاكل تقاطعات، لان انا محدد وظيفه كل دائره ما هي وظيفته وما هذا عمل فيه. قانون نقل الصلاحيات استفاديتوا منه اداريا وخدميا؟ قسم من الوزارات اقول نعم. يعني برايي وزاره البلديات كانت كلش ناجحه في نقل الصلاحيات. قسم من الوزارات يعني اعتقد يعني كان هناك سرعه، هو اصل قانون ترى وزارتين. اعتقد بلديات العمل صوت مجلس النواب على 8 وزارات. هذا اعتقد يعني بهالسرعه بالنقل المركزي لا مركزي بهالضخامه اعتقد كان مستعجل، كان رادة تأني اكثر. عبء عليكم؟ طبعا عبء وشغل وعمل. ولكن الان احنا عندنا يعني اداره جيده للتربيه واداره جيده للبلديات. بس اكو محافظين يقولون اغلب الوزارات ما نقلون الصلاحيات، نقلون فقط الموظفين، الاشياء اللي بها عقود بها اموال ما نقلت لنا. اي في بغداد عندنا هاي المشاكل. وقسم من الدوائر يعني دائره كامله نقلوا لي، يعني دائره كامله بها حسابات وبها موارد بشريه وبها، نقلوا لي موظف واحد لهذه الدائره، هو يفتح الدائره، هو يسوي حسابات، هو يسوي، هو يصرف نفسه، هو ايش اسمه؟ ليش موظف واحد؟ هو لان قالوا هاي دائره، نقول لك هاي الدائره. زين، فهذا صار عندنا في الخطأ. وزارة يا دائرة البلديات، إدارة المباني تابعة إلى وزارة الأعمار والسكان، نقلوا دائرة واحدة فقط. يعني من فعلهم ما عندهم موظف واحد ونقلوا لا أكثر طبعا. وليش نقول لك موظف؟ هاي بعد انه يقول لك احنا يعني من ذولا محتاجيهم وما شو اسمه، اكو يعني عندنا يعني واحنا مخاطبينهم اكثر من مره انه ينقلونا، انه إدارة الطرق والجسور ينقلونا موظفين بدون تخصيصات. فكيف انا اعمل على اصلاح الشوارع اللي تابعه لهذه الدائره، دائره الطرق وجسور بغداد بدون تخصيصات، بدون اموال، ولحد هذه اللحظه بدون اموال. فطبعا صار عندي مشاكل في شوارع بغداد التابعه لهذه الدائره ما اقدر اصلحها لان ماكو لها رصيد مالي. زين، فقسم من الوزارات اللي تملك الصلاحيات كانت ناجحه، وقسم لا صار بها تلك، او الان اكو فكره. بس هو المبدا العام هو اللامركزيه، يعني انا مع اللامركزيه ولكن تكون بخطوات مرتبه وصحيحه وماكو حاجه للاستعجال بيصير بارباك بالعمل. سؤال اخير، في عام 2022 سيودع محمد جابر العطا المحافظه بصفقه سياسيه كالمحافظين السابقين كمحافظ النجف وغيرهم من المحافظين. والله يعني هالمعلومه سامعها اذا وصلتها لك ما اعرف يعني ايش اسمه صفقه سياسيه غير سياسيه. انا علي انه اقوم بواجبي، سواء بعد ساعه اقوم بواجبي، اما انه شو يصير صفقات هذا ما معنى. انت مستعد تعوف المحافظه بصفقه سياسيه؟ هو اكو كرسي في اليوم دام الواحد على مود شو اسمه بصفقه سياسيه لو انا ما لي علاقه، انا علي اقيم بواجبي. واعمل اقدم خدمات وباكر شو يصير مو مشكله عندي، المهم انه اقوم بواجب على افضل ما يكون. تخرج وفق القانون وفق الضوابط طبعا وفق الصفقات السياسيه؟ لا وفق الضوابط القانون. هو يعني هذا الكلام يعني اولا في لحد الان اعتبره منزل خيال مفترض. منزل خيال. فاحنا نبني على شغلات يعني الخيال ما يعني. هو اكو محافظين يعني غادروا بصفقات سياسيه، راح تكون مثلهم لو راح تكون؟ والله هذا تقدر توجهه للمحافظين. احنا لحد الان الحمد لله والشكر اغلب الكتل السياسيه قسم ممثلين بالمحافظه، وعندنا داعمين لك؟ ما عندي مشكله وياهم. اي فعلا داعمين، يعني ما عندي مشكله تقاطع كبير مع شو اسمه، وعندي انا زيارات الى اغلب الكتل السياسيه ما عندي مشكله. الان المهم ان علي ان اقدم خدمات لكل منطقه بغداد. ماكو هيك صفقه في المستقبل؟ في المستقبل شو من يعلم المستقبل؟ اذا تعلم المستقبل انا ما اعلم المستقبل. الله يعلم المستقبل وحده.
ولكل حادث حديث، وبعد دقيقة لحظة شو يصير بتقدر تجاوب عليه. نعم. أما تقول لي الآن أكو شيء، لا ما أطمئن ماكو شيء. إن شاء الله. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. معالي محافظ بغداد الأستاذ المهندس محمد جابر العطاء. طبعا تعبناك اليوم هاي الجولة. خدمة. شكرا جزيلا لك ولسعة صدرك وعلى إجاباتك الوافية. أهلا وسهلا. وأيضا شكرا لكم مشاهدينا على حسن الإصغاء. كان معكم في الإعداد والتقديم مثنى أبو زين. في أمان الله. تفضل.